بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن وحين وحكت المام دونا أسبابتك أنت الأمن والاستقرار نبت قلية ذا يحسي اللون ذا نبت قلية ذا يحسي اللون ذا وحي كمي دي النلوشة وحي أبها وقيمها بضن له. ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كهو حكوت المامي إن دور يطور مولادك بضن دتك أما الصالحين تا أما أولي ديسا أما آخرة وأبا المرين أيو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با إلهيك وصفين يبضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كوا عبصنا يماها وعبسي كركو دماها نين منتي رايون أيان عبسي دا يتيران يدو نلاش عديد بيقليان وانا دب بنا آدم ككردعه وانا وحيابا مقاصد الشريعة علماء دو يده دان ايو يمادين اردن ان قفكو نبضو هلو دين تيسة عقل كيسة نف تيسة مال كيسة اي عرض كيسة شرف تيسة مقاصد الشريعة الخمسة والستة علماء دو تلمامان وهم دانت الدين تبلو سرقي شنتا شيء من لحدا شيء نيدين تو إلى لسه سيدا وجد وحين كنت المام ناي نيته وحيابان نلا شو أنا مرة بكم مارمين أدون كان إنه شوقنه حضارة دي سيه هرمر كيس أشياء كان نو حيد هذا سلم الحضارة سلان كلاف فلا بيد هذا حضارة دي هي هرمركو والأمن والاستقرار السياسي بيه وكنت المام وأنا بتقول إيوه إيوه دقنا شيء سياسة غير بعيد هذا دي بدعة هي تخلف هي شاب كنا وحكي ما دا بعيد هذا الاضطرابات والخوف دتك أو عبسي كبرانته أما ندم كود السياسي قد دقي وياه هي وحي لها المال وحي بناء آدم كوكو كنا دي بصعد نمو. أدب إلهي سبحانه وتعالى قرآن كو حكوت المامي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فير بني آدم وبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى أدي حاجة يدين كي ما دام رسل شاسا يقصون عليكم آياتي إذن كدو الأخرين أيو إذن كوّر رميان إذن آيات كيغي وحي قال الله سبحانه وتعالى دقوا سيدين يمادان يعني وحي يمركو إذن يماد إلهي الدين تيسو هدي ديسو قادو لبداً شيء عديس ما يسبال إلي فمن اتقى وأصلح عدي الله كعبس لك أهله هو أصلح وحقاكسه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بايلا إلي فلا خوف عليهم عبسي كركو دا ما أهانين وكعبسا ما يان مستقبل كي وحصاص عدا ولا هم يحزنون تيران يون ما يان ووحي تغين كتيران يون ما يان. وحيدا هذان بنا آدمكو نبت قليا دا ووبهين ولا بقي بود بايدا هذان ميدو حلقوت المامانو يهي نبتقلية داخلية قداء ميدنا وحلقوة نبتقلية خارجية دبدا
mid waa nabadgelyo gudaha ah oo waxa lagu tilmaamay inuu qofka bini'aadamka ahi aqiidahan xasilloon yahay, cabsi aanu qabin, naf ahaan aanu warwariyo walbahaarhayn, degganaanshiya uu qabo. Taasi waa min annafs gudaha ka timaada. Midina waa tu dabadeed oo waxa weeyaan cidaad ka cabsanayso oo kugu soo duulaysa ama dhib ku haysato dabeedkaaga imanaysa inaanay jirin, labadaa midnaba inaanay jirin. Labada tan haddaba asbaab bay ku xidhan yihiin. Tadaakhiliga ama guduhu waxa uu nabigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam, labadaba isagoo ka waramaya: man asbaxa minkum aaminan fi sirbi mucaafan fi jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. Ninka waa barista, aaminan fi sirbi, isagoo ku nabad qaba tolkii iyo ehelkii iyo dadkiisii, waddankiisii, ummaddiisii dhex joogo nabad qaba, aan cidna ka cabsaraynin. Caafimaad dabadeed qaba, jidhkiisu caafimaad qabo. Amni sixiya yacni haysta. Cindahu quutu yowmi, amni ghadaa'iya haysta. Nolosha aan warwar kaga jirina wuxuu liqo helaya. Kaa dunidu way ku soo ururtay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Ninkani nabad buu dareemaya, cid ka cabsan maayo, aan alla ahayn subxaana wa tacaala, naftiisu waa xasilloon tahay, isla markaana waa caafimaad qabaa, wuxuu cunana wuu helayaa. Kaa adduunyada ku soo ururtay buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Haddaba culimmadu waxay yidhaahdaan ta gudaha ah si gaara inuu tilmaamay, ta dabadaana si gaara inuu tilmaamay. Ta dabadaahi waxay yidhaahdaan waa bini aadamka macdalaadka ugu waaweyna taariikhda bini aadamka soo marayba, almacdala alijtimaaciya, macdala alijtimaaci siyaasi bay yidhaahdaan. Dhibta degganaanshiyaha siyaasadeed ee nolosha bini aadamku fii kulli zamaanin wa makaan, taariikhda bini aadamka oo dhan marka la daraaseeyo bay yidhaahdaan, meelaha ugu adag ee bini aadamku gagadoonka tirada badan uu kaga dhacay waa xagga siyaasadda. Waayo laba taraf oo labaduba dhib yihiin baa jira, iyo meel dhexe oo nabaddu ku sugan tahay. Meesha nabaddu ku sugan tahay waa inay ummaddu cadaalad hesho. Ummad kastoo cadaalad heshaa xasilloonay heshaa. Ummad kastoo cadaalad heshaa xasillooni bay heshaa. Cadaaladda maxaa ka soo horjeeda? Laba dacal oo labaduba khatar yihiin. Waa labada dunida muslimku inta badan ay u kala guuraan, ama kaasay degaan ama kaasay degaan, labadan unbay degaan iyagu. Labada dacal mid waxay yidhaahdaan ima alfawda aw alطغyaan bay yidhaahdaan, dictatorship iyo cid dadka arsaaqdooda xisaabisa oo nafta isugu keenta inay gacanta ku dhigto oo dadka cidhiidhida oo nabadda ka qaada, ama xagga kale inay u dhacdo inta la tuuro fawdo laga dhigo, marna mid qudhaa dadka nafta isugu keenaya, marna cid waliba cidda kale nafta isugu keenaysa. Waa fawda, waa anarki, waa deganaanshiya la'aan, waa xasillooni la'aan, waa kala dambayn la'aan. Waa labada aad moodda caalam alislaami inuu inta badan u kala guuro oo inuu dhankaa joogo oo dhulmi iyo hagardaamo iyo dil iyo xabsi iyo dhac iyo neef ku dheg uu ku jiro, iyo inuu markuu bresharku ka tiro bato shayga haddii la cadaadiya la cadaadiya cadaadiya markaa dambe maxaa ku dhacaa? U qarxaa. In bresharku intuu ka bato culaysku, dabeetana bulshadu ay qaraxdo oo dhanka kale ay u kacdo oo ah fawda inay noqoto, nina nin xukumin, cid waliba wixii soo gaadho boobto oo disho oo dhacdo, iyana waa tarafka kale. Labadaa dacal waxa u dhexeeya in istiqraar iyo amni la helo, istiqraar siyaasiya iyo amni in la helo, nabadgelya in la helo,
xasilooni in la helo, deganaanshiyo siyaasadeed in la helo, cadaalad in la helo, abaari kuwaasi ku salaysan yihiin. Labadan taraf midna cadaaladi ma taallo, dictatorshipuna cadaalad ma hayo, fawdaduna cadaaladi kama jirto. Labadaa dhexdooda waxa yaalla keliya ee noloshu ka suurtagalta waa tan. Saa awgeed baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanku leeyahay faman ittaqaa, cidda dhowrsata ee ilaahay ka cabsata, kaasi wuxuu helayaa kow alamni daakhili. caalamulislaami marka laga yimaadana dadka kale qaybo ka mid waxaa laga yaabaa alamni alkhaariji walamni alijtimaaci inay waxun ka hayaan ka degan yihiin ka xasilooyihiin, laakiin iyana waxay leeyihiin alamni daakhili. caalamka xaggiisa kalena waxaan ka jirin nabadgelyada nafeed oo ah qofku waxa uu rumaysan yahay dunidaynu maanta joogno iyo isugu dil badan inta dheregtay dunida laleeyahy waa horumartay ayaa ugu dil badan. احصائياتي سيديتناتكي ماها هضا وهي تلماما يورب افرتي قف اكستيك قلبيتك الدقان انو ميدي داود دقان انشي يكو صعدا تدمين دادكو انو كوبا دان يحي انا او كوبا دان يحي محالي ده انكس القلق والضرابة ورور والبهار حسلوني درو يعني مسكحدو اناني دقانين نفتيسو اناني حسلوني عبسي انو قبو وهو ما حيوح لأيهي إيمان بلأيه إيمان كحقيقة ذا بلأيه قفك حقيقة لإيمان سيد بوهلة إنه لش فهمة حاجة يوسع تقرطة آخرة قرطة ربي قرطة قرطة إله ما مولا دوني ذا ترين وجرو كاسي أمن نفسي قوهلة ورور كيو البهار كو كهرة حسلوني وهلة. لكن هدي عدالة دي كلل ويسنا أمن خارج قابو لأيه السنكيد دبديت أيو لأيي سيدا أوغادي لهي وحلي فمن اتقى نكر دور صده أو أصلح وحقاتية الأمن الاجتماعي بلشادة حقاتية كاسي لبدا اسكدر صدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإلهير فلا خوف عليهم عبسي كركو دماء هانين ولا هم يحزنون مرغون نمايان. قيبت كوادي لهي وحي نوطي المامية إيمانك إنو طمانينة يسكينة كانوا إنو كانوا إيمانك وقف قرتي وحي النولي وقف قرتي حقا وكس عضا وقف قرتي نرشب معناها إليه ضحي سيد ردد بإلهي وحي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كوي إيمان دبا لغا هلاي يعني إيمان كودا كولارين أما كولابين أما كومارين ظلمي الشرك يعني حقلينين أولئك لهم الأمن بايلهين كواس النبط بايلين حسلوني بايلين سكينة إليين إطمئنان بايلين عبس الدنيا ما حيصوه وهم مهتدون يكان هارون صبا إلهين سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كوا إيمانك لغا هلاي قلبي يدو دو كو حسلين با إلهي ليهي اللي حسكي يا ذكر جيس اللي حسكي يا ذكر جيس كو حسلين ألا بذكر الله تطمئن القلوب با إلهي ليهي إلهي حسكي سا أيو كو دقا قلبك قفك بن آدمك. ولذلك دونيدا إنو مانتو كنو الله هاي دادك إيمان كانان كوان رمي إنه دابتا شريع عدو إلي سيو دكتاي وايا إنتو هذا وقوبة داني قلق بي كنو لي ورور إيو البهار دابا تنوحي كدور بدان إنه إنو لشي واجهان وكفكران وايز تأمل لحظة التأمل ويتفكر وحي كدور بدان عكس جيدو آينو مانكي سوالو سيانو فكرين خمرا عب ويجي لبا هبين والله شن هبين شن مالمود نصيد الدمير كو شقه مركات شقه دكا سواب احدا لبدا عشانا والي دا كوچر ويسي لوسي نولشا حشيشاد عب دروغ عب قرون عب
hadii kale bood boodo maanta dhan wax ayaaro orod wuxuu diidan yahay qofka kani intuu xasilo inuu nolosha dareemo oo fakaro waayo taasaa dhib ku ah gurigan joogistiisaa dhib ku ah deganaanshiyaanu haysanin saa daraaddeed waa inuu isku dayaa jidhkan ama inuu daaliyo suu sariirta ugu duldhaco u sakhraabo ama caqligan inuu wareeriyo si aanu wax u garanin labada midun waa inuu sameeya riyaado tiro badan iyo sport tiro badan iyo waxaan tiro badan oo maantoo dhan orod dadkani maxay maantoo dhan loo ordayan ma jidhka qudha loo ordaya maya waxaa la rabaa hadhow inaan la fakerin in la dhico inuu qodkoodaan u furi lahaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. Haddaba su-aashayna isweydiinayna waxay tahay labadan shay aynu tilmaamayno ama amniga nafsiga ha noqdo ama amniga khaarijiga ha noqdo aynu tilmaamayno mujtamacaadka maanta dunida ku nooli inta badan cid labada isku haysataa way yartay. Kuwii waxyi ugu soo dega ay ahayd inay labadaba helaanna intooda ugu badani waxay helayaan waxa weeyaan inay degan yihiin xasiloon yihiin iimaan ahaan waxyaabihii masalan soomaaliya burburkeedii iyo abaaru marka dhacen iyo waxaa reer galbeedku qorayeen ay ugu yaabka badnaa agtooda waxaa ka mid ahaa dad baahan oo gaajoonaya oo dhibahaysato oo dowladnimo waayo isboobayo haddana faraxsan bay ku leeyihin oo qoslaya waayo waa ghariib iyagu ma dareemayaan qofkani waxaan uu dareemayo inuu ilaahay rumaysan yahay inaan adduunku dhib tacaynkana ku haynin iyaga waxaa ghariib ku ah in la arko qof noocaa noloshiisii tahay ummad noocaa noloshoodu tahay aan isdilaynin aan isagu naftiisa goynaynin iska faraxsan nooloo si caadiya u jira laakiin waxaynu weynay tii ahayd inaynu cadaalad ku dhaqanno. Dabeetana caalam alislaami labada dhinac dhinac un buu socdaa ama qaybna duqaad baa haysata iyo kuwa dhaalimiina oo dadka nafta isugu keenay qaybtii kuwa ka baxdayna fawday galeen enerki dil iyo buuqiyo isdabaroor bay galeen iyan labada kooxoodba waa la ayeen amnigii khaarijigaha qolada tarina nawcun ma wax cadaalad ka mida way isku dayeen in la helo alcadaala alijtimaaciya dadku furaska intiisa badan nawcun maa u sinaado cadaalatu tawsiicin waxuun ka jiraan waxaantida waddanka si uun habala kala badsaday in dadka wax ka wada gaadhaan waxyaabahaasi waxay keenayaan dadku inuu deganaado kursiga in si nabada loo kala qaato aan xoog iyo budh lagu kala qaadan ama boob iyo dhac lagu kala qaadanin ama musuqmaasuq iyo annaga boqolkiiba sagaal iyo sagaashan keenay aan lagu kala helin taasi waxay keentay nooc min alistiqraar laakiin iyana waxay waayeen markay la dagaalameen diimihii oo dhan markay ilxaadku ku batay markay diin la-aantu badatay iyana waxay waayeen alamni nafsi khawaar ruuxiya dadka ku dhacay ruuxaan bay u madheen saa daraaddeed baa waxaa ku batay isdilka iyo daroogacabka iyo wixii la mid ah. Haddaba soo dhowr su-aalood un baynu isku dayn inu ka jawaabno ah waxaan in la helo maxaa muqawamaat u ah koo waxaan leenahay waxa uu ah waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay isagaa ina yidhi bini'aadamaana idin abuuray waxa idiin fiicanna anaa garanaya cid waliba waxay samaysay iyadaa taqaana samaha dunidan aynu joogno nin waliba productka uu soo saaro ma cid kale ka badisa mise isaga waa kambaniga sameeya khabiiru ah oo la yidhaahdaa kambani hebel baa waxaan soo saaray isaga ha la weydiiyo cid waliba productkeeda iyada khabiiru ah. Ilaahay wuxuu leeyahay anaa idin abuuray alaa lahu lkhalqu walamr anaa idin abuuray waxaa u baahantiin iyo qaabka u noolaan isaana anaa idin siinaya kataloga nololeed iyo qaabka u noolaan isaana anaa idin siinaya sidaa awgeed waxaan leenahay kow nolosha nabadeedu waxay ku xidhan tahay inay dadku caqiido saxiixa helaan halgayaba
dadka siyaasiyiinta inay dhahaan dadkii ba gaajo u baxdinaya wadaadaduna ilaahay laga boqoma ka warramay ilaahay hadaanu ka baqisi kale uu maranaya sidaa ugeed koow inuu qofku naftiisu deganaanshiyo hesho oo uu xasilo oo uu caqligiisa iyo maankiisu caafimaad qaba waanu cidna boobina aakhira ka cabsado iyo xisaabina ka dambaysa waxay ku xidhan tahay caqiidadiisa in la toosiyo islaaxu alcaqiida waxay ku xidhan tahay ikhlaasu licibaadati lilaahi subxaanahu watacaala ilaahay in loo gaar yeelo cibaadada qofku hadduu dariiqa raaco aakhiri adduunba uu badbaadaya ilaahay baana qur-aanka wuxuu ku ballan qaaday wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaat labadaa shay ilaahay wuxuu u yaboohay baa rabbi leeyahay kuwii iimaanna laga helay camal suubanna sameeyey labadaa shay dadka laga helo muctaqadkiisuna sax yahay dhaqankiisuna qumanyay labadaa haddii laga helo baa ilaahay leeyahay layastakhlifannahum fi lard dunidan waan dhaxalsiinaya baa ilaahay leeyahay sidii umamkii hore baan u dhaxalsiiyey وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دين تو إلهي الرالي وغي هينا وما كان سينا يقعن تو قلنا إياه وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا با إلهي عبسيدو دا دبدادنا نبط با سينا يا با إلهي لي أمني مدنا فادي يمد الدنيا بواي هليا شرطك ومحوك حرين يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون shartigu waa yacbuduunani laa yushrikuuna bi shaya xaalay ku sugan yihiin oo ah inay aniga ay caabudaan cidna aanay ugu shirig yeelin marka waxaan leenahay kow asbaab alamni inaynu politically degno inaynu mujtamac ahaan degno xasilooni inaynu helno naf ahaan degno wax waliba inoo hagaagaan waxay ku xidhanto kow ah in iimaankeena aynu dhisno caqiidadeennu inay toosto laba waxay ku xidhan tahay baynu leenahay qadiyada ay culimmadu ku tilmaamaan alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar dad samahana isfara inaynu noqonno xumahana iska reeba bulshada aan dhaqankaa yeelan xumuhu wuu ku faafaa oo way duntaa markiiba yacnii laxda haddaad wanaagsanaato laakiin aan wanaagga cid ilaalinaynin bulshadu way dumaysaa sidaa awgeed ayaa waxaa laga rabaa ummadda muslimka ah calaamada lagu yaqaanee saxda ahiba waxay tahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waxaad tihiin dadkii ugu khayr badnaaye ummadda loo soo diraa ilaahay saxaabadii nebi maxamed ku leeyay oo waayo sababtu waa maxay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkari wa tuuminuuna billah baa ilaahay yidhi saxaabadii nebi maxamed waxa la leeyahay dadka u khayr badantiin maxaa ugu khayr badantiin waxaa tiin ummad wanaagana ka shaqaysa xumahana reebta allana rumaysan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxaa khayrnimadan laydiin sheegaya ummadda nebi maxamed dadkii ka khayr badantahay daadoo daalima dadkii kama khayr badnaanaysid ee dadka waxaad ka khayr badan tahay markaad yeelato sifadii ilaahay uu ku tilmaamay ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray laakiin hadday bulshadu boobka iyo dhaca isku taageerto inay isboobto inay isdhacdo inay isdulmido inay cadaaladda ka tagto haddaad isku taageerto waa bulsho nabadgelyo heli maysiduun maantaad dhici adna baraa lagaa dhici maantaad suldaari adna saadan baa lagu suldaari sida uba u socon nabadgelya dhici mayso marka ninka ku faraxsan reer hebel baanu kuraastoodii boobnaa ma waxaan ka qaadnay ma xoolahoodii boobnaa ma dhulkoodii boo aadna waa laga qaadiyo taasi isbeddel ma jiro isbeddelku wuxuu ku dhacaa oo nabaddu ay ku timaadaa inay dadku cadaaladda dareemaan cadaaladda waxay dadku dareemi karaan markay ummadda ku dhex jiraan dad samaha ka talinaya laakiin dadka dadka hormuudka u ah hadday iyagu noqdaan kuwa daalimiinta aan samaha ka talinayn say u guulaysanayaan ولو أن مؤمنين تيم وهلاك مسان ولذلك بن نبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن وحينا تلو وأصلح
مصلحنا تهي إن الصالح تهو قرر لقى مرّبه إن المصلح تال الربا إن الددق ونكسن تهو قرر لمرّبه وحال الربا إن الددق ونكسنس نبي عليه الصلاة والسلام إساقو تشوغة قري زينب بنت جحش أيو هردك التوصى إساقو فزعة رسوح لله إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه تنبغ التوصيب توحيد سدي إلهي باوين وحو نبغ تلمامي عليه الصلاة والسلام عرب نبا قصص عطب نبغ يلي ويأجوج وماجوج بالله فريميشو دي وحين وقدن لأن حديث كان انتي سدن بي نبغ عليه الصلاة والسلام زينب سؤال بي ويدي سورانسا أفنهلك وفينا الصالحون ميال لنا لهلاغيا إيادو دات صالحين نغو جيران دات كسغو ولي دات خير قبائي كجيران ميال لهلاغيا بو نبغ ويدي عليه الصلاة والسلام هوين إيداس نبغو حقود نعم إذا كثر الخبث ها يوال لهلاغيا هدي أي بطان دات كحمي هذا يدك حمي بطان إذن أمضه كأمة وحلا نيوين مركهرة هديل الربائن نبض له له مد نفسية يمد خارج يبين له له كوين عقيدة دودو إصلاحنا ويدك إيمان صحيح له لبا وحلا نيوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دتك وين حمان الله قريبا سمحنا الله فرا هذا واحد مودة سومالي دوين كوبا دانتهي غوغائيين دادك بلد الشيغة دادك بلد الشيغة داد وسائل الاجتماع ودا اكتو نوحن مانتا لسكولا حديدو وحا غوبا داني كوچيرا ووحان صحاحين ما ومدى نبدا دا كتالينين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حت الماما يا أمدو تلديدو هداي كوحرانتو انت الروي بضضاء نبو عليه الصلاة والسلام حليي ومدى وقتا كو ايمان دونا سنوات خداعات ايا كو ايمان دونا بو نبو كو تلمامي عليه الصلاة والسلام يعني قليلة العطابة ويكو فسر عن علماء دو سنضو واحتركو دو يريي ومحا سببتو تحي وحو نبو يكو تلمامي ان كاذب كان الروميسان دونا صادقان اللبينين دونه خائن كلا قفك خائن كال أمانة اللور ديمن دونه أمين كنا لتخوينين دونه الروي بضنا أي أمور العامة كهد لدونته مرها سيد نبي اللي ويدي الروي بضا دواما حي وددك التوافيه دابو نبي وقت المامي وأمور طعام كأمدو عيلا ذيك ورمي أيها الأحبة وحكو سوكو بينا مركا هديل الربو نبت قليه دقناشيين وقفكو هلو يبلشدي مجتمعو وين عقيدة دودا للصحاوكو وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دات السمها وين كتاليان حماهنا الربا واللبا وين لهلا إلهي وحو النمعكو سيئنا تكون مهد نغدد شكرا على النعمة وين لها لا أسبابتك أنت الاستقرار السياسي وعدالة حرية شورى طاعة وحل لمدة وين لها لا الإعلام الراشد ميدية خير كدتك ويرية حمانة كريبية وحاسي هدا إسبير صدان لبدي نبت قليا إنو شيقي نبو الهليكرا إنت آن لبدا لحين وحاس آن لحين لبدا ميدون بالوايدونا dad ka badna waxay ku dadaaleen amniga kharijiga inay helaan sida dhulalkana inuu joogno laakiin ki daaxiliga habay laayeen dad ka badna waxay ku dadaaleen amniga daaxiliga inay helaan oo iimaankoodii xasiloonadoodii warwar laantooda laakiin waxay waayeen ki kharijiga ha sharciguna wuxuu ino tilmaamaya labada haday isku qaadano inaynu labada nabadgelyo helayno sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.